وطلاب العلم الآن وقبل الآن هم بحاجة إلى الأدب أعظم من حاجتهم إلى العلم نفسه، إذ بالأدب يزين العلم، وبعدم الأدب يشين العلم صاحبه. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، أن الأدب صيانة لهذا العلم عن العبث وعن الغرور وعن العجب وعن التعالي والتعالم. فالأدب صيانة، أدب الإنسان طالب العلم مع نفسه، مع شيخه، مع العلم الذي يتعلمه، مع الناس.